بالنسبة لهاد الناس اللي كتكون عندهم البشرة ناشفة، شنو الأحسن ليهم؟ واش كريم؟ واش بوماد؟ واش سيغوم؟ كنلقاو دابا كنسمعوا على انواع ديال سيغوم اللي كيقول لك غنيه بالماء مثلا، يعني فباش كتنصحوا اكثر شنو احسن حاجه لهاد الناس؟ لا هو مثلا تكون لابو ناشفه الفو فير كيما شرت الكريمات خاص يكون فيهم هذوك لي كونسيتي، ولكن لا بغينا نهضروا على ما بين لا كريم لو بوم ولا لوسيون وداك الشيء، لابو ناشفه خاصها اون بوماد. نهضروا على لا بوماد، اذا نبداو بان بوماد. نعم بالفعل، مي لا بو لا بارتي هوميد وداك الشيء راه ما نديروش لي بوماد، تنديروا لي كريم ولا لوسيون. هذا على لي تيرم، ولكن خاص لي كونستيتيون ديال لا بوماد يكون فيهم هاد المواد، البور دو كاريتي، لا غليسيرين. غير بشويه دكتور مرتقي باش المستمعين يعقلوا معانا شنو خص يكون. اذا البور دو كاريتي ولا زبده الكاريتي او زبده الشيا كيف ما هي معروفه، ماده الغليسيرين. الجليسيرين هو سي ان فاكتور ماجور ديال الترطيب ديال الجلد، ضروري انه يكون في لاكريم. لاسيد هيالورونيك هو اللي سيعطي ديك الماء، سيعطي واحد داك لاسبي ليس ودو لابو. لاسيد هيالورونيك، لالوي فيرا حتى هي عندها واحد الدور، لو جيل ديال الويفيرا الا كان حتى هو، لا فيتامين بي 5 ولا فيتامين سي ولا فيتامين او، هادو غير كوم افي اونتي اج، ولكن لي كونستيتيون اسونسييل فو لاكريم هيدراتونت لابو ناشفه هما هاد الربعه الاولين، دونك البور دو كاريتي، لا غليسيرين، لاسيد هيالورونيك، والجليكوزامين وغليكان، دونك راه تيكون مكتوب في لي كريم هاد الماده هادي، ولو جيل دو لالويفيرا.